السلام علیکم سامعین، مغربی یو پی کے ضلع شاملی کے گاؤں اودری کے دینی ادارہ دارالعلوم حسینیہ میں ایک طالب علم حافظ محمد فیضان نے ایک ہی نشست میں مکمل کلام پاک سنایا ہے، جو ایک ریکارڈ ہے۔ سننے والوں میں مولانا محمد وسیم، قاری محمد مبین، استاد قاری ممشاد، قاری رضوان، قاری صابر، قاری شعیب وغیرہ شامل ہیں۔ ان پانچ حضرات نے اس بچے کے پانچ پانچ پارے سنے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت اس بچے کو مزید تعلیم سے نوازے اور اس کی عمر دراز فرمائے اور مدرسے کو دین دونی رات چوگنی اللہ تعالیٰ ترقی دے۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن